ولسه بنتكلم عن مصر وجمالها، ومن واحد سيوة لمرسى علم. مدينة مرسى علم بتشهد حاليا واحنا ما زلنا في بدايات الموسم الصيفي حالة رواج وانتعاش سياحي كبير. ده طبعا مؤشر جيد وبيدي تفاؤل اكبر لبقية الموسم. امبارح على سبيل المثال وصل لمطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران قادمة من دول اوروبا. الجنسيات كانت متنوعة بين سائحين من سويسرا، بلجيكا، التشيك، إيطاليا، هولندا وغيرها من الجنسيات المختلفة. بنتمنى إن شاء الله إن ده يستمر وهذا الرواج يكون مكمل معنا باقي الصيف في مرسى علم، ويكون كمان صيف وشتاء في كل المدن السياحية في مصر. طيب نروح لتفاصيل أكتر مع الخبير السياحي أستاذ محمد فاروق. وصباح الخير على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ رامي. صباح الخير. يعني خليني أبتدي مع حضرتك، أنا كرجل مذيع يهمني جدا في الخبر الأرقام، 24 رحلة طيران قادمة من دول أوروبا في يوم واحد فقط، دلالة هذا الرقم برؤية حضرتك؟ هو بقينا احنا تجاوزنا في مرسى علم 100 رحله يوم اسبوعيا، يعني هو مش 24 رحله حضرتك بتتكلم عن يوم واحد، احنا تجاوزنا 100 رحله اسبوعيا، وده رقم الحمد لله من الارقام اللي بنلاقيها شغالين فيها بقالنا فتره حاليا مع مرسى علم. الفتره يعني نقدر نقول انها من الشتاء اللي فات الحمد لله، وموسم الشتاء اللي فات امتدينا للصيف، وكنا ذكرنا قبل كده معاكم في مداخله سابقه ان احنا ما بقاش متوقعين صيف عالي جدا، هيبتدي من نص شهر 7 وهيمتد 7 و8 من الاسواق الاوروبيه اللي كانت المفروض بتشتغل بارقام اقل في المعدات الطبيعيه قبل الكوفيد. وكان من ضمنها الاسواق الالمانيه والبلجيكيه والهولنديه والايطاليه، الاسواق الرئيسيه يعني مصدره للسياحه لمنطقه البحر الاحمر بصفه عامه، سواء كانت الغردقه او شرم الشيخ. نفس اللي بيحصل في مرسى علم ده بيحصل في الغردقه بالظبط. فاحنا حاليا الارقام دي بتتصاعد زي ما قلنا من نص 7 من شهر 5 ذكرنا هذا الكلام في برنامج رياضتك. الارقام النهارده ابتدت تتحقق، ابتدى يوصل الرحلات، وعدينا ال 100 رحله اسبوعيا دلوقتي، وهتزيد ان شاء الله توصل 150 رحله اسبوعيا ان شاء الله. عاملين معدلات في الغردقه وشرم الشيخ، كذلك الغردقه ومرسى علم وكذلك شرم الشيخ بالنسبه للاسواق. ويضاف الى ذلك ان حاليا في فتره في اسواق، طبعا اسواق بتشتغل موسميه زي السوق العربي مثلا، احنا حاليا السوق العربي في فتره الاجازات بتاعته، وده بيدي برضه زخم سياحي عالي جدا للشاطئ المصريه، من ضمنها مرسى علم والغردقه والجونه وشرم الشيخ والعالمين. ودي نقطه طبعا نحط فيها اربع شرط، لان العالمين طبعا ابتدى المهرجان بتاعها امبارح، المهرجان الدولي بتاع العالمين ابتدى امبارح، وطبعا المؤتمر الصحفي كان امبارح، الانطلاق غدا الخميس باذن الله. ايوه يا فندم، ابتدى امبارح، فبالتالي احنا يعني الترويج هيئه مجلس السياحه حاليا عامله حمله ترويجيه عاليه جدا في الاسواق المستهدفه. خليني اقول كمان ان احنا عندنا اسواق فتحت بارقام كبيره زي كازاخستاني مثلا في المنطقه العالميه، زي الاسواق اللي توالي، زي الاسواق الاوروبيه بصفه عامه، طيارات بتوصل على مطارات مرسى مطروح ومطارات العالميه. فالحمد لله الحمد لله في زخم عالي جدا على جميع مقاصد السياحيه الشاطئيه المصريه. استاذ محمد، من كلام حضرتك بتقول انه الحمد لله احنا وصلنا ل 100 رحله اسبوعيا وباذن الله هنوصل ل 150، اذا في استعدادات، في اجراءات، ايه اللي بيتم علشان يتحقق المستهدف ده؟ اولا طبعا ده نتيجه ترويج شغال اصلا او سابق وحالي، يعني الكلام ده ما بيتمش في 24 ساعه، لازم يكون حاصل شغل قبليه، ففي ترويج حاصل على مصر قبلها. زائد خلينا برضه نعيد نفس الكلام، احنا الحمد لله في مصر البنيه التحتيه بتاعتنا حسب ذاتها حصل عالي جدا. صحيح. سواء خدمات الانترنت، فاصبح بيفتح العميل النهارده بيقدر ياخد الفلوس في متوسط النهارده اقامه العميل على الساحه الشاطئيه في مصر تجاوز ال 10 ليالي يا فندم، وده رقم كويس جدا ان انت تجاوز ال 10 ليالي افريج ستاي او متوسط اقامه. كان الاول بيشتغل في حدود 7 ايام، ما زادش عن كده، دلوقتي المتوسط وصل 10 ايام. ده معناها انك انت بتقدم للسائح الانفراستراكشر كامله اللي هي احتياجاته اللي بيشوفها في بلده بياخدها بنفس الوضع هنا. استثمارات الدوله في البنيه التحتيه ساعدت على هذا الترويج، لكن طبعا نزلت اسعار ارخص مع تقديم نفس الخدمه اللي بياخدها في بلده بسعر مضاعف، بياخدها عندي هنا ب 30% من سعرها. فبالتالي كل الاستثمارات الدوليه اللي تمت في هذا المجال بتنعكس بشكل ايجابي يوم مع يوم مع حركه السياحه الدوليه داخل جمهوريه مصر العربيه من الاسواق الدوليه المستهدفه. بالتأكيد أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ محمد فاروق الخبير السياحي.